الحقيقة احنا في القناة الفضائية المصرية بيهمنا قوي ان احنا نبدأ معاكي كده المشوار من اوله. انت يا ترى وانت صغيرة كنت بتفكري في يوم من الايام انك انت هتكوني مطربة؟ ابدا، بس انا طول عمري من وانا في المدرسة ومن وانا في اولى ابتدائي محسسني بالموضوع ده جدا. يعني انا افتكر انا كنت في مدرسة راهبات شوية، كانت المدرسة بتاعتها كان نفسي اعزف اكورديون، رفضت بشدة وقالت لي انت بتغني حلو، بتغني الاناشيد حلو، فانت هتبقي السوليست بتاع الفرقة. كان عندنا طبعا زمان كانوا بيهتموا جدا بالمزيكا في المدارس، كان عندنا فرقة كبيرة بتاعت المدرسة، كنا بنعمل حفلات خارج المدرسة وبناخد مسابقة وبنطلع فيها الاوائل وحاجات كده. فبقيت انا السوليست بتاع الفترة اللي هي من اولى ابتدائي لتالتة ابتدائي، بعد كده في سوليست غيري. طبعا الموضوع ده ما كانش عاجبني ابدا وانا صغيره، يعني مش مدركه ايه، مش عايزه اغني، انا عايزه اعزف بقى اكورديون وحاجات كده. كبرت معايا الموضوع، بقيت يعني في العيله دايما عيد ميلادي حنان تعالي غني، في فرح لحد مثلا برضو في العيله، خطوبه، قاعدين قاعده، اي حاجه انا بقيت دايما اجي اغني. فكان الى حد ما ساعات اتضايق ان انا بس اللي بغني، يعني طب اي حد غني غني، مش ضروري انا. طبعا ما كنتش مدركه الحكايه دي ابدا. بعد كده دخلت الإعدادية، كان عندي نظرة كانت صعبة جدا، هي يعني سلسلة لنفس المدرسة، كنا بنات بس ما فيش معنا أي صبيان، يعني النظرة دي كانت ست صارمة جدا جدا جدا، وكانت قراراتها صعبة. في يوم من الأيام كنت جاية بلبس مخالف، فشفعت لي بس أنا قلت لها قالوا لها يعني يا ميس حنان دي صوتها جميل قوي، قلت لهم يعني اعمل لها ايه؟ هي جايه بجزمه غير المفروض تيجي بيها. فجت عليا كده قالت لي بتعرفي تغني فعلا؟ قلت لها اه والله. قالت لي طيب انا هتبقي تغني لي بعد المدرسه ما تخلص. فروحت غنيت لها، قالت لي الغنى اللي انت بتغنيه ده كله ايه؟ حلو وجميل، بس لازم عارفه ايه لام كلثوم. كنت وقتها صغيره وما كنتش افهم في ام كلثوم كتير قوي. فبدات احفظ ام كلثوم ارضاء ليها، يعني كنت اقعد بقى ونتريق طبعا الطلبه يقولوا لي ده من ضمن المكرر ولازم تحفظي وتسمعي. فكنت اول من حببني في الغناء بجد، لان انا بعد ما سمعت سيده الغناء العربي ام كلثوم حبيت اغانيها. الاول ما كنتش فاهمه حاجه بس كنت بحفظ كده، واحده واحده بقيت اسال بقى واقاوح الكلمه دي ايه والمعنى ده ايه ومش عارف ايه. فبدات افهم، بدات احب جدا ام كلثوم، بدات احب اغانيها واحفظها. بعد كده طبعا كان ليا، كنت دايما ليا وضع يعني في المدرسه، سواء وانا في ابتدائي او في اعدادي، كان دايما وضعي كمطربه بيخليني محبوبه. كان فيكي شيء بيلفت النظر. كان مع اني كنت اصغر من في المدرسه، يعني طول عمري جسمي قليل، مانيش في بنات كانوا طوال وعرات كده، بس دايما كان ليا يعني كل الفصول عارفه حنان اللي بتغني، وكل المدرسين عارفين حنان اللي بتغني، كنت مشهوره قوي بالحكايه دي. كنت احيانا بتضايق من الموضوع ده، انا يعني عايزه ابقى فري، او عايزه ما ابقاش حد مسميني بلقب. وكنت نفسي اخش بقى معهد موسيقى عربية. أنا يوم ما كنت هقدم في الثانوية العامة جه يوميها صاحب أخويا الكبير، أخويا كان في سويسرا وقتها وكان والدي مسافر برضو كان في السودان، فقال حنان خسارة أنت لازم تخشي معهد موسيقى عربية، ده بيدي ثانوي وبيدي بكالوريوس وممكن وتدرسي مزيكا. طبعا ما نمتش طول الليل، قلت لماما بقى لازم، قالت لي مش هقدر أخد قرار لأن لا باباكي في البيت ولا أخوك الكبير. بقيت حجانا طبعا، اتصلت بيهم وقعدت اعيط لهم وقلت لهم انا ايه، هو ده مستقبلي. لكن الغريب جدا انا داخله معهد الموسيقى علشان ادرس كمانجا، اني انا نفسي ادرس كمانجا، ما كانش في دماغي ابدا اني هغني. ويوم ما دخلت عشان اغني قالوا لي لو قالوا لك هتختاري ايه في امتحان قدرات الاول، لو قالوا لك هتختاري ايه اعرفي ان انت نجحتي، لو قالوا لك تعالي لنا بكره اعرفي ان انت ايه. ما يعني قالوا لك تعالي لنا بكره؟ لا ما قالوليش، هم الطلبه اللي قبل ما اخش بيحكوا لي يعني. ففعلا مدام رتيبه الحفني كان من حظي الجميل جدا ان هي اللي كانت بتمتحن في الوقت ده. فغنت لها وقالت لي صوتك حلو ومش عارف ايه، قالت لي تخشي ايه بقى؟ قلت لها كمانجا. قالت لي حد يبقى صوته حلو وخش كمانجا؟ قلت لها امال ادخل ايه؟ قالت لي لا تخشي قسم اصوات. قلت لها والنبي يعني انا عايزه ادخل كمانجا. قالت لي يا حبيبتي انت صوتك حلو، لازم يتدرب ويكبر ويتنمى وتبقي مطربه كويسه. اقول لها بس انا نفسي اخش كمانجا. قالت لي خلاص عموما انت انا شايفه ان صوابعك صغيره
ما تنفعش ابدا الكمانجا. طبعا دي كانت حاجه يعني مش حقيقي عشان تقنعني. فقلت لها طيب ما فيش اي حاجه تاني زي الكمانجا؟ قالت لي في بيانو. قلت لها طيب ماشي اخد بيانو. وطلعت طبعا انا فرحانه. اللي خدمني جدا كانت بقى بعد كده كل مراحل حياتي كانت صدفة على فكرة. يعني أنا دخلت صدفة لعبت دور في حياتي جدا. وأنا بآمن جدا بالصدفة لأني أنا دخلت المعهد صدفة. يعني أنا قبل ما أدخل يوم واحد الثانوية العامة يوم واحد جت صدفة ودخلت المعهد. وجت صدفة أني دخلت والدكتورة رتيبة ما كانتش بتمتحن حد. يعني كان دايما في ناس تانية اللي بتمتحن القدرات، لما كان على حق اليومي كانت هي الموجودة وضمتني على طول في فرقة أم كلثوم تلقائيا والسوليست بدون كلام. يعني قالت دي صوت مفيش ولا حاجة مصورة ليكي في فرقة أم كلثوم مع وقتها معانا؟ والله ما عنديش فكرة، بس أنا فاكرة إن كان قبل فرقة أم كلثوم أدخل فيها كان في فرقة أستاذ عطية شرارة عمل فرقة برضو كبيرة. دي قعدت تقريبا شهرين اتمرنا وكده. طلعت في أغنية أنا وعلاء قلنا دويتو عن السويس، كانت أغنية حلوة قوي عملناها في السويس. وبعد كده معرفش ايه اللي حصل انضميت تلقائيا لفرقه ام كلثوم وبدات اتمرن. بس حصل بقى مشكله اني انا في نفس السنه دي كنت في اولى ثانوي في المعهد. كان في فرقه استاذ عمار الشريعي كان سمع في المعهد ان في اصوات بتروح تقدم وبيسمعها وحاجات كده. انا كنت رافضه تماما لاني انا دايما جبانه في الامور اللي هي ايه، يعني حواجه حد بحاول ابقى بعيد. طبعا ده مش صح بس كنت كده. فكانت في دكتوره بتديني العود اصرت تماما اني لازم اروح وقابله. قلت لها مش هروح مش هيحصل، لاني انا لو رحت صوتي مش هيطلع. قالت لي انت عيله وانا مش عارف ايه. وقلت لها اصل هو كمان في ناس بتروح صوتها حلو بقول لهم صوتك وحش، انا مش عايزه حد يقول لي صوتك وحش. فقالت لي لا هوديكي. وفعلا اخذتني فعلا رحت بالعافيه. ويوميها استاذ عمار طبعا بس دي كانت اجمل صدفه. كانت اجمل صدفه بس كانت صدفه مرعبه جدا حقيقي. بس حي استاذ عمار يعني اخذني بالراحه وقعد يهديني ويضحك الاول معايا لان حاسه ان انا قد ايه خايفه. وهو قال لي انا حاسس من صوتك من كلامك انك صوتك حلو. فغنيت له برده اغنيه شاديه. وبعد كده قال لي انا عايزك تغني حاجه لام كلثوم. غنيت له لام كلثوم. حي شجعني قوي وقال لي صوتك جميل وحاجات كده. كانت فرقه الاصدقاء هي بدايه الشهره بالنسبه لي. يعني عرفتي من فرقه الاصدقاء، يا ترى اشتغلتي مع فرقه الاصدقاء كم سنه؟ 3 سنين. وكانت ايه اشهر اغنيه اشتهرتوا بيها؟ مع الايام. مع الايام. انت انفصلتي عن فرقه الاصدقاء سنه كام؟ انا اتفصلت عن فرقه الاصدقاء انفصلت في الثانويه العامه بالظبط. يعني بعد امتحان الثانويه العامه انفصلت. مش فاكره سنه كام بصراحه يعني، بس هي اعتقد كانت 82 اعتقد كانت كده. بس انا مش السبب. كتير قوي يقول لي انت السبب ولا مين السبب؟ لا هو ما كانش حد السبب يعني. اول ما بديتي تغني اغنيه سولو لوحدك بديتي تعملي فرقه موسيقيه معاكي فرقه حنان، يعني اشتهرتي باغنيه ايه سولو؟ شمس الجريئه. اول اغنيه شهرتني جدا لدرجه الناس كانت ما تعرفش انا اللي بقول الشمس الجريئه ولا حد غير. يعني كان كتير مثلا يشوفوني يقولوا لي الله انت حنان اللي بتطلع في التلفزيون. انت متغيره شويه، انت بقى اللي بتقولي الشمس الجريئه؟ اقول لهم والله انا. فطبعا الأغنية دي شهرتني جامد قوي بره وجوه، يعني حقيقي في البلاد العربية وفي مصر. دايما على ايه في الأغنية؟ اللحن، الاستعراض، الكلمة، مين فهم إمكانيات صوتك من الملحنين واداكي غير عمار الشريعي؟ هي بداية بركز على الكلمة كبداية أول حاجة، يعني هقول بسم الله الرحمن الرحيم هركز في الكلمة. بعد كده طبعا اللحن بيكملها على طول. لو الاغنيه لو كلام حلو بيبقى سهل قوي على الملحن ان يلاقي حاجه كويسه. انا الملحنين انا عمري ما قررت هشتغل مع ده او ده او ده، لكن انا الاغنيه الحلوه بتشدني. يعني اولا انا بترك باب جميع الملحنين والمؤلفين، عمري ما تعاملت مع شله معينه. لكن هي بتيجي صدف ان انا مثلا اشتغل مع شخص اكتر من التاني بكتير، لكن بتكون الاعمال كلها اللي انا عملتها معاه كويسه وناجحه. يعني مثلا سين من الناس واحد فيهم اللي هو الاستاذ ابراهيم فهمي عملت معاه في احدى الشرايط 6 اغاني والشريط كله كان حلو.
يعني درجة ان انا ناس تقول لي يعني الشريط ده ما فيهوش اغنية وحشة، وكان برضو حظ الشريط احسن من تصور عموم، يعني معظمه تصور. الكلام ده كان من 3 سنين، فكل ده طبعا خدم الموضوع. ما عنديش اي مانع ان انا اشتغل مع اي ملحن واخد منه كل الاغاني اللي هتبقى في الشريط. تعاونتي مع مين من الملحن؟ اتعاونت مع طبعا بداية الاستاذ عمار الشراعي، وبعد كده استاذ دكتور جمال سلامة مرة في اغنية عن 6 اكتوبر، وبعد كده مع ابراهيم فهمي، مع حميد الشاعري، مع مصطفى قمر، مع خليل مصطفى، مع احمد الحجار، مع جمال لطفي، ودلوقتي بقى مع صلاح الشرنوبي، مع استاذ حسن ابو السعود، مع زياد الطويل، مع حجاج عبد الرحمن. يعني في مجموعه معظم الشباب، معظم الجيل الجديد. انا على فكره عمري ما فكرت في الموضوع ده، بس هو اتهام دايما بيوجه لي. هي الحكايه هقول لك، انا مثلا اي حاجه اكلم شخص كبير هبقى دايما متحفزه قوي وانا بتكلم معاه، متحفزه قوي لو حاجه ما عجبتنيش، خايفه مثلا اقول له ايه، والله مش قادره احسها، مش بحس اني انا اهنته فعلا، لان هو كوجوده او كمقامه ما يدينيش الحق باني انا اقول كده. ممكن هو يبقى قابل ده، بس انا بتكسف اعمله، بتكسف فعلا. انما الشباب او اللي هم، وفي منهم مش شباب على فكره، هكبرهم، في منهم مش شباب يعني اكبر من الشباب شويه، لكن احنا بيبقى في الحاجز ده اتلاشى ما بيننا، لا دي مش عجباني، لا دي ما تنفعنيش، لا غير دي، هيتقبلها. لكن انا اشك ان انا مثلا اقول كده لشخص كبير، خصوصا يكون ليه مكانته، اقول له حاجه زي كده. مع ان في كتير جدا من الملحنين الكبار احيانا تجمعنا الصدف ونقعد مع بعض بيقولوا لي بالعكس، انا احب جدا الفنان اللي يبقى مواظب على شغله، لانه ده بيفيدني انا. يعني انت لما تنبهيني ان الجمله دي مثلا مش قد كده، تنبهيني ان انا اعيدها تاني عشان تبقى احسن. ف يعني ده هيفتح فرص طبعا ان انا هتعامل مع استاذ كمال الطويل ان شاء الله. وعدني وانا كده يعني زنقته. طب لو شفنا اغنيه من اغانيك دلوقتي تختاري معانا ايه؟ يعني أنا كنت أفضل الاختيار للناس. من كلامك استشفيت أنك أنت بتتعاوني مع كل الملحنين اللي بتستريحي معاهم ومع جيل الشباب، وأقدر أقول لك عملتي كم ألبوم فني لغاية دلوقتي؟ عملت 6. إيه أشهر أغانيك من وجهة نظرك أنت؟ والله ده سؤال بالنسبة لي مهم قوي. مثلا في مصر بتبقى مشهورة أغاني معينة، فمثلا في الخليج مشهورة أغاني تانية، سوريا تبص لي أغاني تالتة، وهكذا. إنما أغاني المشهورة جدا في مصر الشمس الجريئة، وبسمة، ورايقة، واضحك تستاهل، وزي زمان، وكنا زمان، في الشارع ده مدرستي برضو، كم مش قليل الحمد لله. مثلا أروح، لما روحت سوريا لقيتهم بناتي عنب، دي أنا أغنية على فكرة ما صورتهاش خالص هنا في مصر، يعني دي أغنية بالنسبة لهم حاجة ما فيش أجمد من كده، يعني أغنية يعني ما حطيتهاش أبدا، حبينها جدا جدا. كان في أغنية عملتها لعبد الحليم حافظ الله يرحمه بقى، كان ميدلي، أخذت مجموعة أغاني وعملتها ومش هتكرر تاني يعني مرة. ليه بالعكس، دي حتى كل النجوم بتوع أوروبا عملوا نفس الطريقة. معلش بس احنا بنهاجم بيها هجوم شنيع قوي. فأنا عملتها مرة وخلاص. الأغنية دي نجحت مثلا في الأردن، في كل بلاد الخليج. يعني كنت لازم اغني الاغنيه الميدلي بتاعت عبد الحليم، وعلى فكره بما فيهم بناتي عنب، يعني انا اكتشفت ان بناتي عنب دي وبدوي، بدويه زينه اللي هي اغنيه رقصه البدويه، دي برضو مشهوره قوي. الاغاني دي يمكن في مصر مش مشهوره قوي قد الاغاني المشهوره هنا، ملهاش الحظ قوي. ده لكن ما يمنعش ان انا اعتز بيهم، يعني احبهم. الفنانة حنان، تفتكري في أغنية محظوظة وفي أغنية مش محظوظة؟ يعني دي بتقولي حظها هنا أكتر من هنا، تفتكري السبب إيه؟ الإعلان عنها، إعلان عنها بيبقى مهم قوي قوي. يعني الأغنية اللي بتتذاع كتير وتتردد كتير في التلفزيون، الناس بتحبها تلقائي، وبترددها بدون ما تشعر. يعني ممكن تبقى الأغنية مش جميلة قوي بمنتهى الأمانة، يعني تبقى مش جميلة قوي، بس الناس سمعها كتير قوي وتكررت في ودنها كتير قوي. مع ان في ممكن تبقى اغنيه حلوه قوي لكن حظها اعلاميا كان اقل، فالنتيجه ان اللي بيحبها مجاميع، يعني الجزء بقى اللي هو بيهتم قوي انه يسمع الشريط ويسمع كل اغنيه فيه. انت دلوقتي بتتجهي لتصوير اغانيك للفيديو كليب؟
والله انا اتجهت له من بدري قوي، من اول ما غنيت. يعني انا فاكره اغنيه، كان عندي اغنيه اسمها بنوته، وكان الكلام ده كان من 6 سنين تقريبا. كان في مخرج هنا في التلفزيون، قعدت اقنعه مده كبيره ان الاغنيه لازم تكون مسلسله. قال لي انا معاكي جدا بس دي امكانياتها صعبه، وقعدنا نعملها بامكانيات بدائيه خالص بس طلعت حلوه. بعد كده قررت ان الاغنيه مش هتبقى وانا واقفه، مش هتنفع يعني في الوقت الحالي، ما تنفعش، وخصوصا لحاجه مهمه قوي، خصوصا ان معظم الشعب المصري ان اذا ما كانش عنده فيديو او اذا ما كانش عنده داش، فهو في التلفزيون بيبثلوا اغاني من اوروبا ومن امريكا وبيشوف الاغنيه الحديثه بتتصور ازاي مصوره. فبقى الناس كلها تدرك تماما يعني ايه اغنيه في العصر الحالي لازم تبقى عامله ازاي، لازم تبقى متصوره ازاي، لازم تبقى القصه خدمه الاغنيه الصوره. وده طبعا كان موجود في اوروبا وامريكا من مده كبيره، يعني بره طبعا اكيد حضرتك عارفه الحكايه دي، بره ما فيش اغنيه ممكن تنتشر قوي الا اذا كانت مصوره فيديو كليب. واعتقد ان ده هيبقى السمه الجديده. طيب ايه رايك تشاورينا على اغنيه من احدث الاغاني المصوره لك فيديو كليب؟ هو حقيقة انا السنه دي ما عملتش حاجه، يعني في حاجتين بس لسه في المونتاج، لكن احدث الاغاني كانت اخرهم كانت اضحك. وعلى فكره الاغنيه دي قعدنا يعني نصمم ليها 8 اشهر، 8 اشهر بالظبط، وفكرنا ان احنا حتى بعد ما خلصت انا رفضت ان هي تنزل على كده، لان الاغنيه بتقول اضحك، فهي لازم يكون فيها موقف كوميدي. كانت معموله ما فيهاش اي مواقف كوميديه، دخل عليها بقى حته العجله واللي هو بيخبط واحد وبعدين بيدفنه، كل ده لما شافوا بنت حلوه. بس اقول لكم سر بقى ولا مش عارفه ما اقولوش، مش انا اللي بسوق العجله، انا ما بعرفش اسوق عجله. طب نشوف مع بعض اغنيه اضحك. اتفضلوا.